بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم، ولهذا عظم وقع البدع في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين؟ ولهذا جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا المقطع يبين الشيخ رحمه الله أن من مفاسد التشبه بغير المسلمين أن هذا يسبب اندراس دين الإسلام واستقدام دين غيره، لأننا إذا تشبهنا بهم في عباداتهم وفي دينهم فإن هذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير، وكلما كثر التشبه صار ذلك نقصا في ديننا بحسبه. هذه ناحية. الناحية الثانية أن التشبه بهم في حد ذاته منهي عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة. فأيضا التشبه بهم ممنوع مطلقة، لأنه إما أنه ينقص ديننا ونستجلب به دينا غير ديننا، وإما أننا نعظمهم ونحبهم، لأن التشبه بهم في الظاهر كما سبق يدل على محبتهم في الباطن، وهذا نظير البدع. البدع وهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، فإن البدع تحل محل السنة، فبذلك تكون البدع هي الدين، وتكون السنن مهجورة، كما جاء في الأثر: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع عنه من الدين مثلها. إذ السنة والبدعة لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا من مضار البدع أنها تحل محل السنن. قد جاء في الأثر أنه في آخر الزمان تكثر البدع حتى إذا غيرت غيرت السنة. إذا غيرت البدع قيل غيرت السنة، لأن الناس يتخذونها دينا وسنة، فإذا غيرت استنكروا هذا. مع طول الزمان والممارسة للبدع تصير هي الدين، والدين يختفي، الدين الصحيح يختفي. ولذلك إذا طولب بالدين الصحيح قالوا هذا غير السنة،
لأنهم ألفوا البدعة وتركوا السنة، فصارت السنة منكرة والبدعة معروفة عندهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله أيضا: فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكروا القنعاء شبور اليهود فلم يعجبه ذلك. ذكروا القنعاء، قنعاء والقمع بالنون، وفي الحاشية قال في طبعة أخرى النقع، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكروا له الناقوس، فقال: هو من فعل النصارى. فانصرف عبد الله ابن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. وهذا أيضا مما يدل على منع التشبه باليهود والنصارى. نعم. حتى في أمور العبادات، فإن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة احتاج المسلمون إلى الاجتماع لأداء الصلوات الخمس في المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وفكر بأي وسيلة ينبههم على دخول الوقت ويدعوهم للاجتماع، لأنه لم ينزل عليه وحي في ذلك. فأشار عليه بعضهم أن ينصب راية، يعني علما فوق مرتفع، فإذا رأوه جاءوا، فلم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أشاروا إليه أن يستعمل البوق، أن يستعمل البوق، وهو شيء ينفخ فيه ويكون صوتا، فقال: إن هذا لليهود. وذكروا له الناقوس، وهو شيء يضرب عليه ويكون له صوت، يستعمله النصارى لصلواتهم، والبوق يستعمله اليهود لصلواتهم، فقال: إنه للنصارى. يعني ونحن منهيون عن تشبه باليهود والنصارى، فامتنع من هذه الأشياء، فجاء الله بالفرج. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبع ما أنزل إليه من ربه، وأنه يتوقف في الأشياء التي لم ينزل عليه فيها وحي حتى ينزل عليه. وهذا مما يؤكد على أهل العلم عدم التسرع في الفتاوى والقول في الدين ما لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم توقف واستشار أصحابه، ففيه مشورة أهل العلم. فلو أن متعلمين وعلماءنا
سلكوا هذا المنهج العظيم وهو التشاور فيما بينهم في الأمور الملمة وأمور الأمة، تشاوروا في حلها، لكان في ذلك الخير الكثير. وأن لا ينفرد واحد بالنظر أو الفتوى فيما يهم الأمة جميعا، وإنما هذا يرد إلى أهل العلم وأهل المشورة والنظر الصحيح. هذه ناحية وهي استطرادية، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في هذه القضية ومع اهتمامه صلى الله عليه وسلم بها. فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه، فرأى رؤيا، رأى رجلا معه بوق، فقال أعطنيه. قال وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. أو رأى رجلا معه ناقوس فطلبه منه وقال إنه يريد أن يدعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال بلى. ثم أتى بألفاظ الأذان من أولها إلى آخرها، الله أكبر أربع مرات، شهادة لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، ثم يختم بلا إله إلا الله 15 جملة فيها ذكر الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. فجاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى في منامه، فقال إنها رؤية حق، فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فدل هذا على أنه مطلوب في المؤذن أن يكون ندي الصوت حسن الصوت ويكون جهوري أو جهوري الصوت، لأن هذا هو المقصود من الأذان، فيختار للأذان من هو كذلك، من هو جهوري الصوت وندي الصوت، فإنه أندى منك صوتا. وذكر الشيخ رحمه الله أن الأنصار قالوا إنه كان مريضا ولا يستطيع، ولولا ذلك لجعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤذن، ولكن اللفظ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم التعليل بغير هذا، هو أنه قال فإنه أندى منك صوتا. فلما سمع عمر الأذان جاء يشتد وقال يا رسول الله إن رأيت مثل ذلك، يعني فتكون هذه الرؤيا تواطأت، إني رأيت مثل ذلك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، إلى آخر ما ذكره الشيخ في هذه القصة العظيمة، والغرض منها بيان مخالفة اليهود والنصارى في أمور دينهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولأن التشبه بهم في العبادات يقضي على السنن ويأتي بدين أهل الكتاب. فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأبدلنا الله ما هو خير من هذه الوسائل، لأن الأولى بوق والثانية ناقوس فيهما نغم وتطريب ولهو، فالله أبدلنا بذكر الله عز وجل، أبدلنا بذكر الله بهذه الجمل العظيمة. فهذا فيه دليل على منع التشبه بأهل الكتاب في أمور الدين خاصة
وفي عاداتهم الخاصة بهم من وجه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم النهي فقال: من تشبه بقوم، يعني بأي نوع من التشبه فهو منهم، وهذا وعيد شديد يقتضي تحريم التشبه بعموم الكفار من أهل الكتاب وغيرهم. وفي هذه القصة أن الرؤية تكون حقا، والرؤى كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون من حديث النفس، يكون الإنسان يفكر في شيء ويهتم به ثم إذا نام رآه، هذا حديث نفس ويسمى أضغاث الأحلام فلا يلتفت إليه. ومنها ما هو من الشيطان، فإن الشيطان يأتي إلى النائم ويريه أشياء يزعجه بها وينغص عليه نومه، خصوصا إذا كان الإنسان نام ولم يأتي بالأذكار الشرعية قبل النوم، خصوصا آية الكرسي، فإن من قرأها عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صح ذلك في الحديث. النوع الثالث رؤيا حق، وهي من الله سبحانه وتعالى، وهي من المبشرات، ولكن الرؤيا من الرسول من الرسل أو الأنبياء هذه تشريع ووحي من الله سبحانه وتعالى، وهي جزء من النبوة. وأما الرؤيا من غيرهم فإنها لا تعد تشريعا ولا يؤسس عليها أحكام إلا ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤيا قد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها، فالعمل هو في إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لها والعمل بها، لا بمجرد أنها رؤيا، ولو كانت صالحة فإنها لا يبنى عليها أحكام، خصوصا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأتي تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الدين قد كمل قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يأتي أحد بعد ذلك بزيادات ويقول إن هذه خير وإنها دين، هذا أمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال: هو من أمر النصارى، ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم، وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. ويشهد لهذا ما في هذا الزيادة أنه أيضا فكر في أنه يرسل إلى الناس من يدعوهم للحضور للصلاة، ثم إنه خشي المشقة في ذلك على الناس وإشغالهم عن صلاتهم، وبناء على ذلك فإنه يكتفى بالأذان، ولا يسوغ أن الإنسان بعد الأذان يقول للناس صلوا، لأن يكفي سماعهم للأذان، فهو دعوة إلى الصلاة، ولكن المتخلف يتخذ معه الإجراء المناسب حتى يحضر. أما أنه بعد ما يفرغ من الأذان يروح يقول للناس صلوا، فهذا غير مشروع، إلا من ناحية الاحتساب إذا كان من رجال الحسبة ويمر على أهل البسطات وأهل الدكاكين ليغلقوا دكاكينهم، فيقول صلوا بمعنى أغلقوا دكاكينكم وأنهوا البيع والشراء، فهذا شيء آخر. أما أن يتخذ هذا إضافة إلى الأذان فإن هذا من الابتداع،
ولذلك كره الإمام مالك من المؤذن في المسجد النبوي أنه يضرب الأبواب أو يطرق الأشياء ينبه الناس بعد الأذان، وقال لا تحدث في ديننا ما ليس منه، فيكفي الأذان، يكفي الأذان، ومن تأخر فإنه يتخذ معه الإجراء المناسب لإلزامه بالحضور. نعم. يعني ولو مشى الناس على هذا لما كان للأذان قيمة، لو مشى الناس على أنهم ينتظرون حتى يأتيهم من يقول صلوا، إذا لم يأتهم أحد ما قاموا من مكانهم، فهذا مما يعطل به الأذان. نعم. لكن عمل أهل الحسبة خارج عن ذلك، خارج عن ذلك، لأن هذا ما هو معناها إنه إعلام لهم بدخول الوقت أو بالصلاة، وإنما معناه أنهم ينهون أعمالهم ويقبلون على الصلاة. هنا قال رحمه الله: يشهد لهذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهذا فيه زيادة على ما سبق من الناقوس أو البوق أو من الناقوس أو البوق أو الراية، فيه أنه أشير عليه بأن يشعل نارا على مرتفع، كعادة العرب أنهم يشعلون النيران على الجبال عندما يريدون الاجتماع أو لاهتداء الضيوف، وهذا أيضا من أمور الجاهلية. نعم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع منه. نعم. وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره وذكر الجواب عما قد يستشكل منه، وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروبة باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الروايات في هذه المسألة وهذه القضية وما جرى فيها من تداولات أنه كثير، الروايات في هذا كثيرة، وليس الغرض استقصاء ما ورد في ذلك، لأن غرضه شيء واحد وهو منع التشبه باليهود والنصارى، هذا هو غرض الشيخ في هذا الكتاب. أما استقصاء هذه الروايات والنظر فيها والجمع بينها فهذا له شأن آخر. نعم. قال: إنما الغرض أنه لما كره بوق اليهود وناقوس النصارى علل بأن هذا من أمر اليهود وهذا من أمر النصارى. هذا التعليل، هذا هو التعليل. قال: لأن الوصف إذا ذكر عقيب الحكم، نعم، فهذا دليل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم عند الأصوليين، مثل أكرم العالم، فإن وصف العالم دليل على أنه علة للإكرام. أدب الجاهل أو علم الجاهل مثلا، علم الجاهل، هذا دليل على أن التعليم
لإزالة الجهل وهكذا. نعم. قال هذا مع أن قرن اليهود يقال إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. نحن منهيون عن التشبه بأهل الكتاب فيما هو من دينهم أو من عاداتهم الخاصة بهم. نعم. وما نحن فيه هذا من أمور الدين، اتخاذ الوسيلة لجمع الناس للصلاة هذا من أمور الدين، فهو وسيلة مشروعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ناقوس النصارى ومن بوق اليهود أو قرن اليهود، لأن هذا تشبه بهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم، ومطلوب منا التميز، مطلوب منا التميز والاعتزاز بديننا، وألا نكون تبعا لغيرنا، هذا هو المطلوب. وليت المسلمين مشوا على هذا الأصل العظيم، تميزوا بإسلامهم وبما أعطاهم الله من الرفعة، وصاروا قدوة للعالم، وصار العالم تبعا لهم. نعم. لا أن يكونوا هم أتباع لليهود والنصارى وسائر الكفرة. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره فقد أذلنا الله عز وجل. ثم أشار الشيخ إلى أنه يروى أن القرن كان من شأن موسى عليه السلام، وأنه كان يستعمله للعبادة أو لجمع الناس للعبادة، فهذا يكون من الشرع المنسوخ إذا ثبت هذا، وأنه من دين موسى عليه السلام فيكون من الشرع المنسوخ، لأن شريعتنا ناسخة لما قبلها. وهذا يشير إلى مسألة معروفة عند الأصوليين، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ للعلماء في ذلك خلاف، والراجح التفصيل، أن ما أقره شرعنا فهو شرع لنا، وما أنكره شرعنا فليس شرعا لنا، وما سكت عنه شرعنا فهذا شرعنا، فهذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام ابن تيمية، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.